يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الحب، يا مساء الفرح، يا مساء كل يوم جديد شايل لنا دايما خير جديد. ودايما جملتي المعروفة، رب الخير ما بيجيبش غير كل خير. ودايما اعرفوا ان ربنا بكرة هيكون احسن، لان ربنا مرتب دايما الافضل لينا والاحسن لينا، حتى لو احنا في جائحة او في موقف صعب من موضوع الكورونا، واحنا بنشوف اعداد بتزيد كل يوم والناس ابتدت تبقى متخوفة جدا من الأعداد اللي بتزيد. ما تخافوش، لأنه في النهاية ربنا هيكتب الخير لينا ولمصر. طبعا الأسبوع اللي فات كان أجازة العيد، كل سنة وانتم طيبين. فالنهاردة أولى حلقتنا بعد العيد مباشرة. النهاردة بقى حلقتنا بتتكلم في إيه؟ حاجة كده حلوة جدا للستات والبنات هيقعدوا يتفرجوا عليها، اللي هي إيه؟ الستات بقى هتشوف البوتوكس وتشوف الفيلر وشعرها ونعمل ايه في بشرتنا والحاجات اللذيذه دي اللي الستات كلها بتبقى مركزه فيها. والرجاله برضو هنبص معاكم في موضوع الشعر، متقلقوش مش هنسيبكم. النهارده هتكون منوراني ومنشرفاني دكتور لميس صلاح، اخصائي الجلديه والتجميل والليزر. اهلا بيكي يا دكتور. مساء العسل عليكي يا رولا. مساء الفل عليكي. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. بصي بقى، احنا عايزين النهارده نعرف الستات، تمام، ايه موضوع البوتوكس؟ يعني امتى الست تبدا تروح تعمل بوتوكس؟ امتى؟ وهما في نفس الوقت عايزين يعرفوا ايه فايدتها؟ هل هي ليها فايده؟ طب هل هي ليها ضرر؟ الناس كلها بتبقى متخافه من حته ايه؟ اني انا احط حاجه في وشي، ماده، طب ما هي ممكن تاذيني، يعني في ناس كتير بتفكر كده، فاهماني؟ فانا دلوقتي عايزه اعرف ايه فايده البوتوكس وايه ضرره لاي واحده ست؟ وامتى تبدا تعمل بوتوكس؟ بص يا رولا، مبدئيا الاول خلينا الاول نتكلم عن حاجه اسمها التجاعيد. تمام تمام. الناس عندها كونسبت، لا التجاعيد دي ما بتبتديش تظهر مثلا غير مثلا بعد سن الـ40، بعد سن الـ50. الكلام ده غلط خالص. التجاعيد ملهاش سن معين. وانس ان هي ابتدت تظهر، لازم ضروري ان انا هروح مثلا اعمل بوتوكس او هعمل فيلر المناسب ليا. يعني انت عايزه تقولي لي لحظه ان ممكن تظهر في سن عشرينات وخمسة طبعاً. وعشرين تجاعيد؟ طبعا، خصوصا للناس اللي بشرتهم فاتحه. يعني اللي بشرته فاتحه اكتر عرضه للتجاعيد من اللي بشرتهم غامقه؟ اكتر طبعا. طب اذا كانت نوع البشره جافه او عاديه او مختلطه او دهنيه؟ بصي، هو موضوع البشره الدهنيه او المختلطه او الجافه هي ما بتفرقش قوي، الا يعني حاجات بسيطه. بس البشره الدهنيه عموما من الحاجات اللي الايجنج فيها بيبقى بطيء شويه، علشان ربنا طبعا زي ما انت عارفه حمانا بطبقه دهنيه. تمام. ان الناس اللي عندهم بشره دهنيه اللي بيبقى عندهم افرازات زياده شويه، او مش زياده، يعني السيبوم جلاند. تمام. تقصدي انت تقولي ان نسبه الدهون اللي بتبقى في البشره بالزبط. بتعمل على انه البشره دايما بيبقى فيها نسبه كريمي او زيوت او بالظبط كده، بالظبط ما بيحتاجوش يحطوا كريمات. دي حقيقه، دي حقيقه يا رولا، دي حقيقه. بس فاحنا من الاول، يعني مثلا احنا الاول احنا عندنا الجلد وعندنا العضلات، تمام، وعندنا الدهون. تمام. الجلد من عوامل البيئه والشمس والميك اب، ممكن الميك اب الغلط اللي ممكن بنحطه ممكن يعمل لنا مسامات واسعه، ممكن يعمل لنا خطوط بسيطه. تمام. ده بالنسبه للجلد. بالنسبه للعضلات، العضلات اللي احنا مثلا ممكن نضحك، الابتسامه، التكشيره، الكلام ده كله بيأثر طبعا. كل ستات مصر خلينا واقعيين، معلش يعني، بتكشر وبتزعق وبتتنرفز وبت يا بنتي يا ابني هم يقول لك لا يا دكتور، انا يا دكتور، طب انت ايه اللي مزعلك؟ هو انا وشي كده، يعني انت عارفه انا وشي كده. طيب تقصدي رياكشنات الوش هي تبقى بالزبط. السبب الرئيسي في انه بتحصل اي تجاعيد في البشره؟ بالظبط. هي الاول بتبقى مع الحركه، وبعد كده بتبقى اسمها الستاتيك. تمام. بتبقى خلاص دايما بقى موجوده خلاص، بالظبط. يعني انا بس دوام بعد فتره طويله. يعني الناس اللي دايما تلاقيها بتكشر قوي دي، تلاقيها دايما هنا عندها ال 111 دي، واضحه جدا. دي حقيقه، دي صح؟ فاحنا بس خلينا نفهم بس في الاول الموضوع. احنا اتكلمنا عن الجلد واتكلمنا عن العضلات. تمام. نيجي بقى للدهون. تمام. نسبه الدهون في الوش قد ايه؟ الموضوع طبعا بيقل مع السن، بيقل مثلا لو احنا مثلا كنا تخان وبنخس، الكلام ده كله. الليجمنتس او الفواصل اللي ما بين الدهون، تمام، مع الجرافيتي او مع الجاذبيه بتبتدي تتهدل، فتلاقي الوش ده بيبتدي يقع شويه. تمام.
ببساطة جدا، عشان يعني نوضح للناس اكتر ان خلينا بسيط قوي. يعني مثلا لو هنقول مثلا البوتوكس، يبقى البوتوكس في الابر فيس، والفيلر بيبقى في اللور فيس. تمام، ببساطه شديده جدا. يعني الست اللي عندها مشاكل في الجزئيه اللي فوق ما بين الجبهه وال 111 واللي بنسميها هنا ايه؟ رجل الغراب. رجل الغراب، هتلاقيها من كتر ما قدم يعني من كتر ما بيتحركوا. يعني ما هو عشان نقول بس للناس برضو، انت ممكن تعملي تيست لنفسك في البيت بحاجات بسيطه قوي. يعني مثلا لو انت بتضحكي مع الضحكه بتاعتك الخطوط دي ظهرت، تمام، لا يبقى انت محتاجه تحقني بوتوكس. لو انت رفعتي حواجبك كده والخطوط دي ظهرت، لا يبقى احنا محتاجين نحقن بوتوكس. اديكوا سامعين يا ستات، يعني امتى اقدر اعرف اني انا معانا تليفون؟ شفتي؟ ايوه، ندى. ندى، ايوه، انا من البحيره. اهلا بيكي يا ندى، اهلا بيكي. اتفضلي سؤال. عايزه اكلم الدكتور ممكن؟ اتفضلي طبعا. انا عندي شعري من النص كده بيقع كتير، ورحت لكل الدكاتره وجربت حاجات كتيره وهو بيتساقط على طول. من النص بس مش من الجنب؟ لا لا، من النص بس. طب هو على طول بيقع ولا في اوقات معينه؟ يعني وقت ما تزعلي، لا لا، وقت ما يكون في ستريس؟ انا قعدت فيه من النص كده، شعري اتقوس كده. اوكي، ابتدت يبقى في فراغات باينه عندك في شعرك؟ ايوه ايوه. عندك أوكي. اي سؤال ليها؟ اوكي، لا خلاص خلاص. نعم. استني استني، الدكتوره هترد عليكي. شكرا 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 يا رنا. تساقط الشعر، هو انا فعلا شعري بيتساقط ولا لا؟ لان في ناس بدا يحصل لها هوس بالموضوع ده. امتى اروح لدكتور وامتى ما اروحش للدكتور؟ بصي يا ستي، لو انت بتصحي من النوم بتلاقي على المخده بتاعتك اللي انت كنت نايمه عليها اكتر من 5 شعرات، لا يبقى انت محتاجه تروحي للدكتور. تمام. لو ببساطه شديده تست، نعمل تيست في البيت، هنجيب شعرنا نسرحه لقدام. لو وقع اكتر من 10 شعرات لازم نروح للدكتور. اكتر من 10؟ اه، من 5 ل 10. يعني لما مشت بتبقى مليانه شعر كده، ده احنا نروح نعمل ايه ان شاء الله؟ اكتر. هو احنا طبيعي، احنا طبيعي المفروض يقع من 50 ل 100 شعره في اليوم، اكتر من كده لا. من 50 ل 100. اكتر من كده يا اما في خلل في الـ في الـ في الهرمون مثلا، تساقط بالنسبه. هي بتقول ان هي اخذت علاجات كتير. دايما دايما بقول لازم نعالج السبب الاول، لازم نعالج السبب هي الاول. هي بتقول لك عندها فراغ او وصل، لازم نعالج السبب الاول. سواء بقى احنا المفروض هنروح نكشف عند دكتور علشان هنشوف، هنحدد اذا كان التساقط عرضي ولا تساقط وراثي. تمام. لو التساقط مثلا الوراثي، احنا بنبقى عارفين الام مثلا بيبقى عندها مثلا، هي كمان عندها ناس من الدرجه الاولى، تمام، قرايب من الدرجه الاولى عندهم تساقط، باباها، مامتها، عمتها، خالها، الكلام ده كله. تمام. بالنسبه بقى للتساقط العرضي، التساقط العرضي حاجات مثلا زي الفسيولوجيكال ستريس، الرضاعه، الحمل، الكلام ده كله يوقع الشعر. بعد فتره الرضاعه 25% من حالات تساقط الشعر تبقى حاله نفسيه. 25%. 25%. يعني يا جماعه مش محتاجه ان احنا نفسيتنا تتدمر. او بجد بجد اسمعوا مني، مش محتاجه ان احنا نفسيتنا تتدمر او ان احنا نحزن او ان احنا نزعل، لان في النهايه هيبان على شعرنا وعلى بشرتنا ونروح نحاول نعالج. معانا ساره من الجيزه. اوكي. الو الو. ايوه ايوه، اتفضلي يا ساره. لو سمحتي كنت عايزه اسال الدكتور سؤال. اتفضلي يا حبيبتي، الدكتوره معاكي. ايوه دكتور. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك، اموريني. بصي يا دكتور، انا بايزي طبعا استخدام الكحول الفتره دي وكده، ايزي بتهرشني وبتخشن. حاضر، عينيا. ده عشان الكحول والكلور والحاجات دي ولا؟ ايوه، والصابون، كتر استخدام الصابون وكده. اسكتي عشان احنا بنعاني من الموضوع ده قوي قوي، يعني السؤال ده كان من الاسئله انا محضراها صدقيني. حاضر عينيا. ماشي، شكرا يا حبيبتي، شكرا. فخلينا نكمل الاول السؤال الاول وبعد كده ندخل السؤال الثاني. ماشي، كمل الاول. فاحنا الاول لازم نعمل في حاجات المفروض تحليل المفروض هنعملها. تمام. لازم الاول نشوف المخزون الحديد عندنا قد ايه. تمام. انت هتذهلي من كميه الناس اللي الحديد عندهم واقع، مخزون الحديد عندهم واقع. طب الحديد تمام؟ ده في ايه؟ يعني دلوقتي اقدر اقول للناس ياخدوه في ايه؟ ياخدوه في ايه؟ اي اخضر غامق موجود فيه حديد. يعني جرجير، بقدونس، اي اخضر غامق، اي خضار غامق. فلفل فلفل. عندك البتنجان، عندك
عندك التفاح. بس البتنجان اسود؟ لا البتنجان اسود. ما انت عندك الحاجات الاخضر الغامق والحاجات اللي بتسود بسرعه. انا عارفه الجرجير شعر والحاجات بتسود بسرعه. والحاجات أيوة اللي بتسود بسرعه. أيوة. والموز اي حاجه بتسود بسرعه. عشان الموز بيسود بسرعه. طيب احنا معانا اسراء من الالوبيه وبعد كده نرجع لساره من الجيزه نجاوب على سؤالها. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا اسراء. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتوره لمين؟ اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي حبيبتي. سمحتي يا دكتوره، انا كنت عامله شعري بروتين وبعدين بقى شعري يتقصف خالص وقصيته برده ومفيش فايده. حاضر. ممكن اعالجه ازاي بعد كده؟ حاضر انا. يا حاضر. هي عملت بروتين. بروتين طيب علشان موضوع البروتين ده عايزه اقول لكم ان هو حقيقي يعني بنسبه كبيره ناس عملتها وندمت، فما انصحش الناس كتيره تعملها. يلا ماشي. سلام يا اسراء. بصي احنا كده معانا عندنا سؤالين دلوقتي. عندنا ده احنا معانا تليفون تاني يعني انا مش طب خلينا نكتب الاسئله. مليكة من الاقصر ما ننساش. اتقطع الاتصال. طيب اوكي ماشي. خلينا الاول في السؤال التاني. ماشي تمام. اللي هو اكزيما الايد. تمام. او حساسيه الايد. الموضوع ده انتشر بطريقه غير طبيعيه مع الكحول والكلور والدهن. الكحول والكلور والتنظيف، وخصوصا ان احنا بنات كل شويه كحول والكلام ده كله. الموضوع دون يعني يا ريت يا ريت. طب مليكه جت تاني. معلش قبل ما تقطع تاني من الاسر. ماشي اوكي. من الاسر. الو الو. ايوه يا مليكه. مساء النور. اتفضلي يا حبيبتي. ايه سؤالك؟ اسمعينا من التليفون وقفلي التلفزيون يا مليكه لو سمحتي. لو سمحتي كنت عارفه حاجه للرؤوس السوداء. الرؤوس السوداء اللي بيجي لك في البشره عايزه لها عليك. تمام حاضر ماشي. شكرا يا مليكه. شكرا. حاضر. عندك كده ايه الرؤوس السوداء. طيب احنا معانا نكمل موضوع الايد. الكحول والكلور والدنيا دي. عايزين نفهم حاجه بس، ان الكلور لتطهير الاسطح مش الاستخدام خالص على الايد. يعني لو احنا هنستخدم حاجه فيها كلور المفروض نلبس جلوفز او نلبس كوانتيات. تمام. دي حاجه. طب والناس اللي بتغسل المواعين والحاجات دي برضو يلبسوا جوانتيات؟ طبعا. من الصابون؟ طبعا. بيأثر الموضوع؟ طبعا. ده بيعمل حاجه اسمها كونتاكت ايدز. تمام تمام. مع التلامس اسمها اكزيما تلامسيه. تمام تمام. فالموضوع دون لا، يبقى المفروض الكلور بيتخفف بطريقه معينه. تمام. ممنوع ان الكلور يلامس الايد. تمام. هنستخدم حاجه فيها كلور لا، يبقى هنلبس جوانتيات. تمام. وبنقلعها بعد ما بنخلص. تمام. بعد ما نخلص على طول. طب الناس اللي جالها بقى الحساسيه او الهرش اللي في الايد ده يعملوا ايه؟ تمام. احنا لازم زي ما قلت لك هنغسل مواعين، هنستخدم كلور، الكلام ده كله لازم اساسي الجوانتي. ده اساسي لازم نمنع السبب زي ما قلت لك يا رب. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه بعد الدش ببساطه جدا خالص، بعد ما يخرج من الدش غسلنا ايدينا بميه دافيه، الكلام ده كله. يعني دايما استغلي الميه اللي دخلت ايدك، ترطيب اللي انت عملتيه بايدك بغسيل الايد. تمام. حطي بعديها اي امولينت او اي مرطب على ايدك، هتلاقي ايدك بقت كويسه جدا. وكريم عادي؟ اي حاجه مرطب. بصي هي كريم. الفايده كلها يا دوب اول ما اديكي لسه بتكون لسه منشفاها. تمام. عشان تحافظي على نسبه الترطيب. معانا شهد. اوكي. معلش. الو. ايوه يا شهد. الدكتور. اتفضلي دكتور معاكي. ايه سؤالك؟ بصي يا دكتور. اهلا وسهلا بيكي. بصي يا دكتور، انا بيطلع لي احيانا ترهلات سودا كده وحبوب في وشي. عينيا. حاضر. ترهلات وحبوب في وشي. يعني قالوا لي انت عامله حبوب دي ما بتحملوش. انت سنك قد ايه؟ نعم. سنك قد ايه؟ انا سني 20 سنه. تمام. الترهلات دي فين؟ تحت عينيا. تمام. تحت عينك ترهلات وحبوب في بشرتها. اوكي تمام ماشي. شكرا. معانا ماجدونيا من الجيزه. ايوه. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. ايه سؤالك؟ لو حضرتك انا سني 35 سنه والبشره بهتانه وفيها صفار وفيها تجاعيد بسيط، كنت عايزه حاجه نظاره البشره والتجاعيد، وبنتي دايما وشها كده فيه لسعه، دايما تورش فيه ويطلع حب ويروح دايما. بنتك عندها كام سنه؟ 15 سنه. وعايزه حاجه للتفتيح، هي خمري كده بشرتها وعايزه حاجه للتفتيح.
تفتيح البشرة وانت عايزة حاجة. هي دي بشرتها اصلا ولا ده من الشمس؟ يعني عايزة اعرف لون جلدها من جوه نفس اللون ولا لا؟ لا من جوه افتح من وشها. تمام تمام خلاص، شكرا شكرا ليكي. معانا كده بقى ايه كذا سؤال. طيب عندك اسراء خدت من الاليوبية عشان احنا نسيناها. تمام خلينا الاول احنا نتكلم نكمل بقيه كلامنا عن الهاند اكزيما او اكزيما اليد. طب ماشي اوكي تمام. احنا قلنا لازم نستغل ان احنا الميه تمام بعد اي دوش غسلنا ايدينا الكلام ده كله، يبقى الكريم بعديها على طول. تمام دي حاجه. الصابون اللي هو الطبي المحتوي على حاجات زي مثلا الحاجات اللي طول وما شابه بلاش، ده ساعات بيعمل انواع من انواع الحساسيه للناس اللي بشرتهم حساسه. تمام اوكي بس ماشي. ده بالنسبه ده للاكزيما. اسراء كانت من الاليوبيا كانت عايزه الرؤوس السوداء. كانت عايزه تعرف تعمل ايه في الرؤوس السوداء اللي بتطلع دايما. انا عارفه ان هي دايما بتطلع في الجزئيه دي على ما اعتقد. لا الجزئيه دي دايما بتبقى حاجه اسمها ترايكوسيسيس سباينولوزا. دي بيبقى مش رؤوس سوداء، رؤوس سوداء دي بيبقى فيها زي افرازات دهنيه مع شويه شعر. تمام ودي بتعمل لها جلسات، دي ما فيهاش اي مشكله خالص. تمام بالنسبه بقى للرؤوس السوداء، الرؤوس السوداء دايما دي بتبقى حاجه من الحاجات بتاعه حب الشباب. تمام حب الشباب عموما لازم هنمشي له على روتين معين. تمام مبدئيا لازم يكون في غسول وفي تونر قبل ما نخرج، لازم هنحط سان بلوك. تمام الكلام ده كله لازم نعتني بالبشره اللي هي بيطلع فيها حب شباب. علشان كمان احنا بعد كده حب الشباب دون بعد كده لا اما هيسيب لنا غمقان، لا اما هيسيب لنا غمقان، لا اما هيسيب لنا حفر. تمام والحفر وانس ان هي طلعت لازم هنحتاج لها جلسات، سواء بقى بيفاتشي او سواء فراكشنال ليزر او درما بن. فعلاج الندبات بيبقى علاج صعب شويه. صعب يعني لازم من الاول ناخد بالنا. مش صعب هو احنا بنعالجه ما فيش فيه منه اي مشكله. بس بدل ما تاخدي بروسيدجر واحد لا انت هتاخدي كذا حاجه. طيب احنا معانا دي حاجه معلش. اوكي سمر من الاسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. انا كلمت الدكتوره لو سمحتي. اتفضلي يا سمر، معاكي الدكتور. ازيك يا دكتور عامله ايه؟ اهلا وسهلا بيكي، اموري يا حبيبتي. انا عندي حب شباب في وشي كده وبوع السوداء. تمام حب شباب وبوع السوداء. طبعا ليكي ممكن اي حل ليها؟ ماشي موضوع حب شباب من الواضح انه مكتسح. معانا تليفون تاني محمد. الو الو ايوه اتفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام يا محمد. والله ساعتك انا عايز بنت 11 سنه ساعتك. وريتها دايما بتعرق واملاح وبتهرش فيه. تمام تمام. رحت كذا دكتور ساعتك وديها علاج وبعد كده ما فيش نتيجه خالص. يعني هي بتعرق كتير عشان نسبه املاح عندها عاليه؟ رجليها وايديها ساعتك بتعرق على طول. رجليها وايديها تمام. رجليها وايديها. شكرا يا محمد هنجاوبك. ماشي. طيب احنا معانا دلوقتي احنا خلصنا الرؤوس السوداء تمام؟ عندنا شهد، ترهلات اللي تحت العين. اوكي مبدئيا الترهلات والسواد اللي تحت العين. تمام الحاجات الترهلات او السواد اللي تحت العين احنا كدكاتره الجلديه مقسمينه حاجتين، لا اما وراثي لا اما عرضي. تمام الوراثي دايما برده زي ما قلت لك هتلاقي حد من قرايبها درجه اولى عنده نفس الموضوع اللي هي الهالات اللي تحت العين. دي بتتعالج وبتروح، لا اما بتتعالج بس النسبه بتاعتها ما بتروحش 100%. طب ودي علاجها ايه؟ يعني ممكن تتعالج بايه يعني بحيث ان الترهلات دي تبتدي تقل؟ يعني هتعمل ايه؟ ما هو هتحط انا قلت لك ما هو على حسب نوع. احنا دلوقتي بنقول في الانواع. على حسب نوع. تمام نيجي بقى للعرضي. تمام واحده مثلا كانت تخينه شويه وخست. تمام يبتدي يظهر عندها هنا جروف. تمام يبتدي يحصل عندها ضل، ده حلها فيلر، ده ملهوش حل تاني. يعني فيلر نعوض في نسبه دي. نعوض نسبه الدهون اللي قلت. تمام. يعني احنا خلينا فاكرين بس عشان احنا كنا بدانا الكلام ان احنا قلنا البوتوكس كان في الجزء اللي فوق يا جماعه والفيلر هنا. احنا علشان بس نبسطها للناس بطريقه بسيطه شويه. اي مكان بيحصل فيه ديفكت في الفات او مثلا فيه ديفكت في الشكل لا احنا بنعوضه بالفيلر. اللي هي الاجزاء اللي هي بتبقى هنا بالظبط. صح دي بالظبط. النوز المناخير بتبقى ميكس ما بين البوتوكس والفيلر. هنا لو عندنا جروف اللي هي الترهلات الجروف اللي هنا بتاع العين لا ده فيلر. اللي تشيكس فيلر.
يعني احنا من الاخر الجزء اللي تحت ده تقريبا يا جماعه فيلر، والجزء اللي فوق ده ببساطه شديده اهو صح. تمام. طيب كان السؤال اللي بعديه مين؟ ماجدونيا من الجيزه عندها 35 سنه وعايزه ايه؟ كانت عايزه او بنتها عندها 15 سنه عن تفتيح بشره، وهي عندها ترهلات وعندها احنا قلنا زي ما قلنا الترهلات تمام، وعندها خطوط في البشره. ايوه على حسب الخطوط هي مكانها فين. مبدئيا احنا لازم من بعد سن ال 23 سنه احنا ربنا تمام خلقنا بالكولاجين والالاستين بتاعنا من ساعه ما بنتولد لحد سن 23 سنه الانتاج بتاعه بيبتدي كويس جدا. من بعد سن 23 سنه الكولاجين والالاستين في جلدنا بيبتدي يقل. من بعد 23؟ من بعد 23 يعني الناس تبتدي تاخد بالها من بعد 23 بالزبط. مش بعد 35. لا اوكي فلازم لو احنا مثلا حسينا مثلا ان في ديفكت في حاجه ممكن ما فيش مشكله خالص، لو احنا محتاجين مثلا خسينا شويه حسينا ان الحته دي ابتدت تظهر مفيش مشكله، لو حطينا مثلا حقنه فيلر لا ده وانا بضحك رجل الغراب مثلا لقيتها باينه عندي مفيش مشكله خالص، ان انا بالعكس الموضوع ده كل ما بيتعالج بدري كل ما بيكون احسن. الاثار بتاعته بعد كده يعني انا بعد كده مثلا انا محتاجه دلوقتي مثلا انا محتاجه اعمل بوتوكس وما عملتوش تمام بعد كده لا ده انا هحتاج اعمل بوتوكس وهحتاج اعمل هايفو هحتاج اعمل ثريدز الكلام ده كله بدل ما احتاج اعمل حاجه واحده دلوقتي لا ده انا بعد كده هعملها حاجات كتير. يعني لازم من الاول احسن. احنا الكولاجين بيقل مع مرور الوقت يعني طبعاً. من 23 بيبتدي يقل ل 35 طبعا 45 كل سنه بتقل كل سنه مش كل عدد سنين لا ده كل سنه خدوا بالكم بقى والحقوا نفسكم يا جماعه ماشي كل سنه. طب احنا معانا تليفون تاني. اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي كان والدتي عندها 55 سنه 55 معايا معاكي انت اسمك ايه؟ طيب ام كريم. ام كريم ماشي. ام كريم 55 سنه كانت طلع لها في جسمها كله بقع كانت الاول حمراء بعدين اتودت فدلوقتي بقت زرقاء. كشفنا دكتور قال ده دوت مرض اسمه جلدي اسمه الحزاز ملوش اي علاج. فحضرتك ايه حضرتك تنصحيني بايه؟ مفهوش جسمها كله. حاضر ماشي بدا الاول بهرش فالحزاز دوت ملوش علاج. حاضر ماشي هنجاوبك دلوقتي يا ام كريم. شكرا يا ام كريم. ايه الحزه دي؟ انا اول مره اسمع عنها ما سمعتش عنها قبل كده. اللايكن بلانكس طيب اوكي انا حاجه تاني. خلينا نشوف بس كان مين. سمر اللي هي كانت من اسكندريه كانت بتتكلم برضو عن حب الشباب والبقع. حب الشباب تمام كانت بتتكلم عن نفس القصه. مبدئيا احنا لازم نشوف الاول انواع حب الشباب اللي احنا عندنا ايه، لان في منه انواع كتيره قوي. في منه الملتهب وفي منه الصديدي وفي منه المتحوصل في منه اللي هو الليت اونست اللي بيطلع مثلا بعد سن ال 30 او بعد سن ال 35 سنه تمام. وكل حاجه فيهم على حسب السيفيرتي على حسب الشده بتاعته تمام. دلوقتي بصراحه العلاجات بتاعت حب الشباب بقت كتيره جدا تمام. مركبات الايزو تريتينوين احنا بقينا ندخلها في كل حاجه فدلوقتي تقريبا ما بقاش في حالات حب شباب او زي ما كنا بنشوفها في الاول. احنا بس بنعمل قبليه تحليل بسيط او تحاليل بسيطه ولازم العلاج ده بيتاخد تحت اشراف طبيب. نتائجه بتبقى هايله جدا في حب الشباب. بتبقى كويسه جدا هايله جدا في حب الشباب تمام. يعني هي لازم تروح مع دكتور وتبتدي ان هي بالزبط. تتابع معاه وتشوف الموضوع بالظبط لان حب الشباب بعد كده لاما هيسيب لنا غمقان. واحنا بصراحه يا رولا انت عارفه الواحد ما بيستريحش غير لما تلاقي البنت مثلا تقعد تلعب فيها لحد ما تطلع كل اللي جواها. ده غلط جدا. دي اكتر حاجه غلط. غلط ما هي جدا. بتوجع انت عارفه لما بتروح حب الشباب تلاقي حلو وافت ايه هي إيه بتضايق هي بتضايق بس انت عارفه بتلاقيهم كده بيحسوا بعد ما شالوها براحه نفسيه بس الموضوع ده غلط تماما دي لان تماما يعني تتساب خالص. بصي لو هي اصلا طالعه كبيره ومتحصله الكلام ده كله لا هتسيب كده هتسيب اثر تمام يعني لو كبيره لازم تتفتح. لا مش لازم تتفتح. امال ايه؟ لا لو كبيره هناخد علاج ما نلعبش فيها ما نلعبش. بس انا بقول ان كل ما كانت كبيره تمام لا احتماليه كبيره ان هي هتسيب اثر تمام. انما لو لعبنا فيها 100% هتسيب اثر سواء بقى اثار بقع او اثار ان هي هتسيب حفر. والحفر بتاعت الحب شباب هتبقى انواع. في عندي حاجه اسمها رولينج تمام بتبقى نص دايره وفي حاجه اسمها ايسبيك الكلام ده كله علاجه لا هندخل في حاجات كبيره شويه مش كبيره يعني هندخل في جلسات بقى يعني هندخل هنحتاج فيفاتشي هنحتاج درمابين هنحتاج فراكشنال الكلام ده كله.
طب يعني في الحالات اللي هي ده كله فببساطه جدا ما نفتحهاش بالظبط هو العلاج بتاعنا. العلاج بتاعنا. طيب كان في محمد كان بيكلم ان بنته عندها تعرق في جسمها البوتوكس. عندها 15 سنه. البوتوكس حل المشكله دي نهائي. البوتوكس ناس كتيره بتيجي الشباب او البنات اللي عندهم فرط تعرق تمام لا المشكله دي اتحلت بيجوا الموضوع فعلا بيبقى محرج. انا كنت اعرف ناس فعلا زمان ايديهم بيبقى محرج جدا بتنزل ميه دي كانوا يعني بيبقى ماشيين ماسكين ده خلاص في خلص دلوقتي موضوع البوتوكس حل المشكله دي خالص يعني دي علاجها بوتوكس. بوتوكس حاله التعرق بوتوكس. طيب ام كريم اللي كانت بتقول لنا دلوقتي على موضوع الحزاز دي انا ما سمعتش تمام دون لا الحزاز دون بيبقى مرض جلدي لا احنا المفروض هنتابع مع دكتور تمام هنتابع مع دكتور بس هي بالدكتور لما راحت للدكتور الدكتور قال لها انه ملوش علاج يعني ده اللي قاله لها لا 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 ليه علاج طبعا وبنحط له سان بلوك لانه في حاجه في انواع منه بتزيد في الشمس والكلام ده كله لا بيبقى ليه علاج يعني هي محتاجه تغير الدكتور مش لا ليه علاج طبعا. طب ايه ممكن العلاجات اللي هي يعني مش عايزه طبعا اسامي بس يعني تعمل ايه يعني هل تروح لدكتور تاني هل تعمل ايه لا هي في تحاليل المفروض هنعملها ونبتدي ناخد علاج اوكي يعني في علاج يا ام كريم مش ما فيش علاج تمام كده احنا خلصنا الاسئله كلها في حد نسيناه ما فيش حد لا ما فيش حد نسيناه نرجع بقى لموضوعنا الاساسي نرجع بقى للبوتوكس البوتوكس والفيلر احنا نسيناها اساسا تمام فاحنا كنا اتكلمنا عن البوتوكس وعن الفيلر الاول تمام بالنسبه بقى احنا اتكلمنا في الاول عن التعبيرات احنا عندنا تعبيرات بتاعتنا احنا قسمناها تعبيرات حركيه تمام وتعبيرات ثابته تمام اللي هي الاستاتيك تمام البوتوكس بيعالج ايه بنعالج بيه الحركيه اللي هي تمام؟ زي الرياكشنات اللي هي بالظبط الخط تمام اللي هو رجل الغراب اوكي تمام ال111 خطوط الجبهه ايه الكلام ده كله البوتوكس حله تمام بالنسبه بقى لاضرار البوتوكس البوتوكس دلوقتي احنا دلوقتي بنحقنه صح التركيزات بتاعته كويسه ادام بيتحقن صح في المكان الصح بالتركيزات بتاعته المظبوطه التخزين بتاعه كويس المنتج كويس لا ما بقاش يحصل منه اي ضرر طب ايه لو هو بقى كان تخزينه مش كويس والمنتج مش كويس كان ايه الاضرار اللي بتطلع منه الاضرار اللي تطلع منه ممكن يحصل لي ديفيوجن لما مثلا احنا مخففينه جامد تمام في مناطق ممنوعه دلوقتي في احنا عارفين في مناطق ممنوعه هنا من جنب العين الحته دي الكلام ده كله المناطق دي بتبقى ممنوعه في الحقن فكل الناس دلوقتي عارفاها ليه بقى قلما عشان الاعصاب قلما لما بيجي حد بصراحه عنده مشكله من البوتوكس تمام ممكن حد يكون مثلا اتحقن زياده شويه فيجي يقول لي لا ده انا بقيت ماسك فيس اللي هو مش عارف اضحك مش عارف اكشر مش عارف اعمل اي حاجه اي نعم الخطوط بتروح تماما بس يجي يقول لك انا مش عارفه حتى اتكلم مش عارف اعمل اي حاجه مش عارف اعمل اي حاجه ويعني نفسي ازعق مش عارف ازعق طيب مش عارف اعمل اي حاجه طيب كده مش عارف اعمل اي حاجه بس هي ميزه كمان البوتوكس ان هو مفعوله هيروح من 3 ل 6 شهور من 3 ل 6 شهور طب والفيلر بيقعد قد ايه الفيلر على حسب نوعه يعني في انواع كويسه بتقعد لحد سنه واحنا قلنا ان الفيلر بنحقن فيه الاجزاء اللي هي دايما بتبقى تحت اللي هي بتبقى الفيلر من اسمه بيفل هو جاي من الكلمه الانجليزيه اللي هي الفل مليئات بنملى بيه الفراغات بنملى بيه بالظبط بنملى بيه تمام سواء بقى تشيكس قدود سواء بقى شفايف المارينات هنا الكلام ده كله بنعالج الناس اللي عندها ديفكت مثلا في النوز من فوق الكلام ده كله بنملى بيه يعني هنا كمان ممكن يبقى فيلر مش بوتوكس بس لا احنا قلنا دي في المناخير مش دي الناس لا دي الخطوط اللي هنا دي احنا قلنا خطوط يبقى بوتوكس تمام وقلنا دي علشان لو عايزين نملى اي ديفكت بيحصل هيحصل لنا في الدهون تمام سواء بسبب السن او بسبب الوزن لا هنملى بفيلر تمام بس طبعا لازم نروح لمتخصص تمام لان ممكن بيحصل منه مشاكل كبيره قوي الفيلر تمام ممكن يحصل منه تلوث خصوصا لو احنا مثلا بنحقن في مركز مش متخصص او مش عند دكتور تمام ممكن يعمل لي حاجه اسمها جرانيولوما تمام اللي هو تلاقيه كالكع ويضطروا بقى يفتحوا علشان يطلعوا الكالكع دي لا مش بيفتحوا احنا دلوقتي بنستخدم حاجه اللي هو الهيلورونيك اسيد ده احنا بندوبه بماده معينه
فدي ده ما بيبقاش فيه منه مشكله. البوتوكس هم اللي بيعملوا فيه كده لما بيكلكع مع عينهم؟ البوتوكس ما بيكلكعش خالص. لا الفيلر عشان بتبقى ماده تقيله شويه عامله زي الجل. فدي ممكن تمام. دي اللي ممكن تكلكع. لكن الفيلر اللي ممكن يكلكع، انما البوتوكس لا. الجرانيولوما بقى اللي بتحصل دي ممكن لو حصلت في الاول دي بندوبها على طول، لو حصلت متاخر دي علاجها بيبقى صعب شويه. تمام. ودي الجسم بيبقى رافض شويه الماده اللي اتحقنت. تمام. احنا كده يا جماعه تقريبا عرفنا البوتوكس ايه هي فوائده، ايه هي اضراره، الفيلر ايه فوائده، ايه اضراره. كمان الاضرار بتاعه الفيلر ممكن كمان بعد الحقن يحصل مكانه زرقان او كدمات. بعد الحقن دي بنتفاداها شويه ان احنا بنحقن بكانيولات خاصه للحقن. تمام. اخطر مشكله للفيلر ان احنا ممكن نحقن في بلاد فيزل او اوعيه دمويه. اوكي تمام. دي المنطقه اللي احنا حقنا فيها، الاوعيه الدمويه اللي احنا حقنا فيها بيتقفل. تمام. المكان اللي بيغذيه بيبتدي يموت. تمام. ويشوه المنظر. تمام. لا دي بقى حسب شطاره الدكتور يعني. الدكتور هو بيبقى على حسب. طبعا لازم نروح لدكتور متخصص لان هو لازم يكون ملم بالتشريح بتاع الوجه. تمام. عشان هو يبقى عارف هو هيبقى تحت الجلد يعني. الحقن دايما اعتقد انه هيبقى تحت الجلد مش بيخترق لجوه، صح؟ لا ممكن تحصل بسهوله جدا في اللبس في الشفايف. بسهوله جدا. اي منطقه لازم بيغذيها اوعيه دمويه. تمام. احنا بنتفادى الموضوع دون بالكانيولات. مع انها ممكن تكون صعبه شويه ان انت تدخليها لان هي بتبقى بلانت من قدام، بتبقى مش زي الحقنه ان هي بتدخل سموس على طول شرب. لا دي بتبقى بلانت من قدام. تمام ماشي. اوكي احنا هنطلع لفاصل صغير. وهنرجع تاني، انتظروني بعد الفاصل مع دكتوره لميس ونعرف بقيه مواضيع البشره والشعر وكل حاجه. فاصل وراجعين. استنى. ودلوقتي من داخل غرفة دكتور عاطف نور الدين صاحب مستشفى دكتور عاطف نور الدين رئيس مجلس الإدارة، ونرحب بيك يا دكتور. أهلا بيك معانا النهاردة، منورنا ومشرفنا في مكتبنا. إحنا اللي جايين عندك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة لولا. طبعا أنتوا أصحاب مكان، أنتوا مشرفينا هنا هوت في المستشفى. إحنا في المستشفى هنا عندنا شعار إن هدفنا تقديم خدمة طبية تليق بكرامة الإنسان. أنا بعد ما ربنا أكرمني ولفيت العالم كله جاي هنا عشان نقدم أهلنا وأهل بلدنا، نقدم خدمة طبية تكون ممزوجة بأحدث التقنيات مع الحفاظ على الأدمية والكرامة. طيب يا دكتور، كنت عايز أسألك، كنت عايز أعرف إيه التخصصات اللي في المستشفى وإيه هي الإمكانيات الموجودة في المستشفى؟ حضرتك احنا كنا حريصين اول شيء ان احنا نقدم خدمة طوارئ 24 ساعة. دي عشان خاطر اي حد يقع في مشكلة لو في نص الليل لو الفجر يلاقي طبيب متميز ومتمرس ويلاقي امكانيات جاهزة للحفاظ على حياته. بعد خدمة الطوارئ عندنا خدمة العيادات الخارجية العادية، ودي متوفر فيها كل التخصصات من اول البطنة والأطفال نهاية بجراحة المخ والأعصاب وتخصص جراحة الأورام وجراحات التجميل والجلدية والليزر. عندنا عيادات النساء والتوليد، عيادات متميزة جدا فيها مجموعة من أكفأ الأخصائيين. وإحنا هنا في المستشفى بنتميز بموضوع الولادة بدون ألم، ودي يعني الحمد لله عاملة فيدباك كويس جدا مع الناس اللي جربوا الولادة عندنا. عارفة حضرتك طبعا ان من اكتر الاشياء اللي بتقلق اي سيدة كلهم بيفكروا يا دكتور ألم التفكير، ألم الولادة. ألم الولادة الحمد لله. الحمد لله عندنا السؤال اللي بيتسأل ازاي ولادة بدون ألم. اقول لهم لا، انتوا اللي هتحكموا بعد ما تخرجوا. يقولوا فعلا احنا ما حسيناش بأي حاجة خالص، ودي الحمد لله حاجة متميزين بيها في المستشفى عندنا. عندنا حضرتك قسم الأسنان، في عيادة أسنان متميزة جدا تبدأ من أول الأمور التقليدية، التنظيف والحش وهكذا إلى زراعة الأسنان.
عندنا مجموعة متميزة من الاستشاريين متخصصين في المجالات المختلفة. عندنا طبعا بنعمل الأشعات من أول الأشعة البطن، أشعة السونار، أشعة الدوبلر، ودي بنعملها لمريض القسم الداخلي في مكانه، وحضراتكم هتقدروا تشوفوا دلوقتي على الهواء عملية تصوير لمريض وهو على السرير بتاعه من غير ما يتحرك ومن غير ما نقلمه. دي فكرة بسيطة عن الأقسام المختلفة، لكن الميزة اللي احنا بنقدمها بما ان احنا عندنا قسم نساء متميز لازم يكون في حضانات على نفس المستوى. احنا عندنا الحضانات من فضل الله فيها كل انواع الحضانات، من اول الحضانات العادية اللي بتعالج حالات الصفرة الى حالات الصفرة الشديدة. عندنا ما يسمى بالغواصة او الكبسولة، ودي مش متوفرة في معظم الحضانات، لغاية اجهزة التنفس الصناعي، سواء كان التنفس الصناعي الجزئي اللي هي اجهزة السباب او التنفس الصناعي الكامل اللي هي الفنتيليتور. بالاضافة حضرتك لعيادة العيون، عندنا عيادة العيون قوية جدا، عندنا احدث اجهزة الفحص، اجهزة ياباني، عندنا اطباء اكفاء بيتعامل فيها كل شيء من اول قياس النظر بالكمبيوتر وفحص قاع العين لغاية عمليات الليزر والليزك والفيمتو ليزك لتصحيح الأجسام. طب يا دكتور انا كنت عايز اسال حضرتك تخصصك ايه هنا في المستشفى؟ حضرتك بالإضافة لأن أنا ماسك رئيس مجلس إدارة المستشفى، أنا تخصص جراحة عامة ومتخصص في الجروح المزمنة وجراحات القدم السكان. عندنا هنا هو قسم الجروح المزمنة متميز جدا، في عندنا إمكانية إن احنا نعالج الجروح المزمنة بجهاز الباكيوم، نعمل عمليات التنظيف وعمليات تسليك الأوعية الدموية والشرايين، والحمد لله رب العالمين النتائج مبشرة جدا معانا، وما بنحبش نلجأ للحلول العنيفة السهلة لمعظم الجراحين، لا الحمد لله رب العالمين عندنا صبر وعندنا طول نفس، والنتائج بفضل الله جايبة نتائج كويسة جدا، العيانين بيدعوا لنا في الآخر عليها. شكرا جدا يا دكتور بجد، كنا معاك وقت جميل جدا. طب تسمح لنا ان احنا نروح المستشفى دلوقتي نشوف جوله جوه مع بقيه الدكاتره والممرضين والعيانين والناس كلها؟ طب يلا بينا اعزائي المشاهدين ناخد جوله دلوقتي جوه المستشفى وهنروح. ودلوقتي من داخل المستشفى معايا المهندس احمد غريب المدير الاداري للمستشفى. عايزين يا باشمهندس نعرف انت بقى بالنسبه لنا البند المجهول اللي ما حدش بيبقى عارف ايه اللي بيحصل جوه المستشفى، تمام؟ قول لنا بقى ايه اللي بيحصل جوه المستشفى وايه هي التكنيك اللي بيمشي جوه المستشفى. انا مش هضيف لسيادتك كتير اكتر من الاول دكتور عاطف للمقاطع بصراحه، بس احنا هدفنا الوحيد تقديم خدمه للبشمهندس المريض من اول ما يدخل جوه المستشفى لغايه ما يخرج، سواء اذا كان من استخراج ملفات او مباشره في العيادات. والهدف الاساسي اساسا من المستشفى مش العائد المادي اكتر من هو الخدمه الانسانيه للمريض اللي داخل. فالدكتور عاطف بصراحه افاض بالنسبه للتخصصات وبالنسبه للعمل المستشفى كعمل ككل. انما بالنسبه للاداريات الهدف الوحيد منها ان احنا نقدر نقدم الخدمه المباشره للمريض من خلال همزه الوصل بيننا وبين الدكاتره. يعني همزه الوصل بين المريض وبين الدكتور نفسه. والاتفاق مع الدكاتره بما يختص بالنسبه للعيادات وتنظيم العمل الاداري كمستشفى من وحي الاداريه كلها بالنسبه للاقامات والغرف والانشاءات، فكل ده لازم يكون فيه تخطيط. شكرا جدا يا باشمهندس وشكرا على تعبك في المستشفى. شكرا. شكرا. من امام غرفه العمليات ومعايا دكتور قمر. مكملين مع دكتور لميس. يا دكتور عايزين نتكلم بقى في موضوع تساقط الشعر، ده موضوع بيعاني منه الستات والرجاله والبنات وكل الناس اللي موجودين وعلى وجه الارض.
عايزين نعرف ازاي نتفادى موضوع تساقط الشعر من البدايه، يعني نعمل ايه على الاقل من البيت، من جوه البيت. تمام؟ تمام. اغسل شعري ازاي؟ انشفه ازاي؟ اعتني بيه ازاي؟ احط له ايه نوع الزيوت اللي ممكن احطه له؟ تمام؟ وازاي برضو اعرف نوع شعري والزيت المناسب ليه؟ ما ممكن يكون شعري مثلا دهني واروح احط له زيت فتحس فيه كلكعه حصلت في الموضوع، ممكن يبقى جاف وحطيت له حاجه بوظته. تمام؟ انا عايزه اعرف ازاي اتعامل مع كل الشعور بكل انواعها. تمام؟ تمام. نوع نوع، وازاي ان انا اتفادى تساقطه على قد ما اقدر، لان هو كده كده بيقع. يعني هو كده كده بيقع. مبدئيا خلينا الاول نتفق على حاجه، لازم الاول نكون عارفين انواع التساقط. تمام. وانا عندي ايه بالظبط؟ زي ما قلت لك في الاول، هو انا عندي فعلا تساقط ولا لا؟ الناس كتير قوي مثلا بيبقى لا تقريبا ما عندهاش تساقط، وتيجي لا دكتور انا عندي القلق والستريس اللي هما فيه لا بيزود الدنيا كتير. تمام؟ لازم تخرجي وعارفه لا هو انا شايف كده، لا يبقى هو ده العلاج المظبوط بتاعك. طب امتى اقول ان انا شعري بيقع بطريقه صعبه؟ زي ما قلت لك اللي هي انت قلتي فوق ال 100 شعرايه، صح؟ احنا الطبيعي كنا بنرد على حد كده من 50 ل 100 شعرايه في اليوم. تمام؟ لو زياده عن كده لا يبقى مرضي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو انا صحيت ولقيت على المخده اللي انا كنت نايم عليها اكتر من 5 شعرات، تمام دي انا كده او لقيت وانا مثلا بستحمى لا سد الحوض او البلاع او اللي انا بغسل فيه شعري او اللي انا مكان اللي انا بستحمى فيه لقينا شعر فيها كتير بالزبط. يعني بالظبط. تمام. لا انا عندي دلوقتي تساقط شعر لازم اتعالج. طيب دي حاجه. لازم بقى نفرق. طب هو انا لما اروح للدكتور وانا عندي ايه بالظبط؟ هل هو تساقط وراثي ولا هو تساقط عرضي؟ التساقط الوراثي زي ما انا قلت لك، هتلاقي حد من الدرجه الاولى من القرابه هتلاقي عنده تساقط، مامته بس بيبقى اقرب. الموضوع ده بيبان في الرجاله اكتر، ان بيجي لهم نوع من انواع الصلاه، فتلاقيهم يعني بيسرح بيهم الشعر وبيخف جدا من الجزئيه دي. رجاله وستات الاثنين. الستات بيبقى فيهم نفس الكلام. تمام. وهل انا ولا هل انا عندي تساقط عرضي؟ التساقط العرضي بقى بيبقى اسبابه كتير، زي ما قلت لك ممكن يكون فيسيولوجيكال ستريس زي الحمل والرضاعه، دي حاجه. واحده لسه مثلا حامل وولدت، دكتور طب انا شعري وانا حامل ما كانش بيقع بالكميه دي. مش شرط، بس بعد ما ولدت بثلاث شهور لقيت شعري واقع جدا. دي حاجه اسمها فيسيولوجيكال ستريس. ده بيحصل تقريبا مع معظم الستات اللي بتولد فعلا حقيقي، انه بعد الولاده بفتره شعرهم بيقع. البروتين، الكولاجين، البروتين ده خطر. كل بصي كل ما هو بهذه المسميات كل ده ممنوع تماما. قولي لهم قولي لهم قولي للناس ان البروتين ان انا كتير قلت انه غلط. الشعر والفروه فوق ما تتخيلي، عشان يعني يبقوا ماشيين شعرهم حلو ومفروض فبيعملوا. لا انت ممكن تعملي حاجات بسهوله جدا، ان تخلي شعرك مفروض شويه او تحسني نوعيه شعرك. ادي اكلي كويس، الخضار، اهتمي بالفاكهه، اعملي له مثلا حمام زيت او كريم كل اسبوع. الكلام ده زيوت زي ايه يا دكتور يعملوها مثلا؟ يعني مثلا عندك زيت الزيتون، زيت الخروع، الكلام ده كله بيبقى مفيد جدا للشعر، احسن بكتير من البروتين اللي بيتعمل. طبعا طبعا ده بيدفعوا فيه مبالغ كبيره طبعاً. وفي الاخر بيوقع نص شعرهم يعني طبعاً. وبيعانوا بعد كده كتير. ده طبعا كانت لسه جايه لي حاله قريب شعرها تقريبا محروق واقع خالص، يعني مفيش شعر بسبب البروتين. ايوه بسبب البروتين اللي عملته. فدون تقريبا بيحرق الشعرايه تماما. يعني دي المفروض ما حدش يعمل. تماما تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه الصبغات الكتير. الناس اللي بتحب تصبغ كل شويه، لا عايزه اغير الالوان بتاعتي، الموضوع ده برضو غلط. مش عاجبها البني عملته فوشيا، عارفه اللي هو الاحساس ده. لا الفوشيا الامراض المزمنه. تمام. دي من الحاجات اللي بتوقع الشعر. واهم من ده كله اللي تقريبا منتشره عند تقريبا 80% من المصريين، الانيميا ومخزون الحديد اللي واقع عندنا. احنا قلنا في حته الانيميا دي، وقلنا ان الانيميا دي بتبقى الحاجات اللي ناكلها، الحاجات اللي انت قلتي لي كل الحاجات الخضراء. مظبوط. صح، كل الحاجات الخضراء. والكبده طبعا. صح طبعا. يعني كل عندكم الجرجير، البقدونس، الباذنجان قلتي صح؟ مظبوط. تمام. الكبده تمام. التفاح، الحاجات الغنيه بالحديد. ما انا عايزه اقول لهم علشان يعرفوا من البيت جداً. من انا عايزه ست من المطبخ كده جوه المطبخ
طب انا هاكل ايه النهارده عشان يفيدنا في شعرنا في جسمنا في وشنا؟ اولا مهمه جدا كمان المايه الزنك. انا عايزه اقول لهم حاجه مهمه جدا عشان البشره والشعر والصحه، امنعي زعل، امنعي نكد، امنعي هم. الثلاثة دول انا بقولك ده العلاج الرسمي حقيقي حقيقي بجد. دي حقيقة يا رولا بجد. لان انا بقولك تقريبا 25% من حالات تساقط الشعر بتبقى سببها حالة نفسية. اي حاجة تزعلنا ابعدوا عنها، اللي زعلنا نبعد عنه ونريح دماغنا. اي حاجة تحس انها هتنكد عليكي، ده اللي انا شايفاه وده رأيي الشخصي، انتي رأيك؟ لا طبعا. اي حاجه شايفاها هتضايقك، هتنكد عليكي، هتعملك ستريس، هتعملك ضغط، هتعمل ابعدي يا ماما، ابعدي وريحي دماغك. يعني انت هتعيشي في حياتك مره واحده، مش هتعيشي 500 مره وانت نفس الكلام. لو حسيت ان انت تعبان او في حد ضغط عليك او ابعد وريح دماغك، احنا بنعيش في حياتنا مره واحده، بعد كده هنلاقي شعرنا تمام، بشرتها تمام، صحتنا زي الفل. كمل. حاجه كمان برضو نقص الفيتامينز، دي من الحاجات المهمة. تمام. في حاجات أساسية احنا بنبقى محتاجينها في أكلنا، عشان كده لازم نهتم كويس قوي ان احنا ناكل خضار وناكل فاكهة ونشرب مية كتير. المية طبعا، يعني المية دي أساسي، دي حاجة رسمي. الحاجة التانية لو الهرمون البروفايل او الهرمونات عندنا مش مزبطة شوية، ممكن ده برضه يكون سبب من أسباب التساقط اللي عندنا. انا مش ايه هرمون البروفايل دي عشان انا مش عارف. اللي هو الهرمونات اللي عندنا، الهرمونات لو في حاجه في الهرمونات في جسمنا هياثر على البشره. هرمون الذكوره مثلا لو عالي عندنا، لا ده هيوقع علينا شعرنا. ياه. هرمون الغده الدرقيه لو عندنا مش مظبوط هيوقع علينا شعرنا. تمام. طب ليه البنات في فتره سن المراهقه بحس ان شعرهم بيقع اكتر من اي فتره تاني؟ ده بيبقى بسبب حاجات كتير قوي، هرمونات برضو، تغيير، ممكن يكون هرمونز. تمام. تغيير الهرمونز. تمام. ممكن يكون بسبب الاسترس. تمام. ابتدينا بقى فترة الجامعة، او مثلا لو هي مثلا في ثانوية عامة، الكلام ده كله، الكلام ده كله بيبقى لود. تمام. بتدي مثلا اكلها كله من بره. ده كل البنات دلوقتي اكلهم كانوا من بره. هي بتاخد دلوقتي، هي بتاخد الحاجات الاساسية اللي المفروض تاخدها في اكلها منين؟ مين؟ مفيش، ما بتاخدهاش. ايوه صح، ده معظم الجيل ده. في الروتين عندها او المخزون الحديد عندها قل خالص. تمام. تمام. يبقى ليه كذا سبب. تمام. طب لو في بنوته لسه صغنانين او كبار حتى عايزين يعرفوا نوع بشرتهم، بتقول لك انا بحس هنا بتنزل فيها زيت كده وحاسه ان هي دهنيه، لا دي ناشفه، لا دي مش، ازاي يعرفوا نوع البشره؟ يعني اللي هم الصغيرين او ناس كتيره بتسال الموضوع ده، ازاي اعرف نوع بشرتي اذا كانت دهنيه او جافه؟ احنا عندنا البشره لما بتبقى دهنيه، لما بتبقى عاديه، لما بتبقى مختلطه، لما جافه. تمام. البشره الدهنيه زي ما انت قلتي لي هتبقى هتحسي ان هي مزيته شويه او بتلمع شويه. المسام عندها، لا هتلاقي عندها مسام واسعه، ممكن يطلع لها بسهوله جدا حبوب شباب. تمام. البشره المختلطه لا هتلاقي عندها بس التيزون اللي هي الحته دي بس، دي بس مطلقة. اللي فيها والباقي عادي فيها دهون. لكن الباقي بيبقى عادي. انا قورتي ومناخيري بس هما اللي بيلمعوا، انا الموضوع ده مضايقني جدا. تمام. تمام. ودي بسهوله جدا زي ما قلت لك مركبات الايزوتريتينوين عالجت الموضوع ده كمان، يعني هي كمان بتحول من البشره الدهنيه للبشره العاديه. طب كويس ده. تمام. كويس جدا. يعني ممكن في الحاله دي ان انا اللي عنده بشره دهنيه في الجزئيه دي يحولها لبقيه الزكاء، ان بقيه بشرته عاديه. طبعا. جدا مفيش اي مشكله ليها. طبعا. تمام. انا ده كان سؤال بالنسبه لنا، ناس كانت كتيره بتسال فيه موضوع تمام. الناس اللي هم مثلا دلوقتي اب وام دلوقتي عارفين ان هم بشرتهم دهنيه، بيطلع لهم قبل كده حبوب شباب وسايبين اثر. الولد اللي هيطلع او بنتهم اللي هتطلع، تمام، ابداوا لهم من بدري. يعني لو وانس ان او اول ما حبايه تطلع، لا لو سمحتوا ابتدوا عالجوها، لان هي هتسيب اثر زيها زي اللي سابته عندكم بالظبط. نفس الكلام. نفس الكلام ده بالنسبة للبشرات الدهنية. يعني اللي عندها بنت في سن مراهقة وشافت ان في حباية طلعت لها من بدري، تبتدي هي تعالجها. هي عارفة هي كم وما تخليهاش تفتحها. بالظبط. ما تخليهاش تلعب فيها. لان لو فتحتها هي بتدمر بقية بشرتها. للأسف يا دكتور، للأسف خلصت حلقتنا النهاردة بجد. انا سعيدة والله. وانا مبسوطة جدا جدا والله يا رولا. ولازم هنعيده تاني لانه فعلا انا عن نفسي حباه جدا والناس حباه قوي، لانه كلنا بنبقى عايزين نعرف نعمل ايه في بشرتنا، عايزين يبقى شكلنا افضل شكل. طبعا. شعرنا يبقى افضل حاجة، هيئتنا في النهاية تبقى شكلها دايماً كويس. دايما بقول نهتم بشرب المية
وكل ما هو اخضر غامق. يعني شرب الميه واخضر غامق بالظبط، يعني سواء فاكهه وخضار، الخضار والفاكهه عموما، بس باكتريه اكتر شويه زي ما قلت لك الحاجات اللي بتثمر بسرعه والحاجات اللي فيها اخضر غامق. والحاجات اللي فيها اخضر غامق كده احنا عرفنا ان اهم حاجه يا جماعه شرب الميه، الحاجات كلها الخضراء، ناخد فاكهه وخضار كتير، ده بيحسن جدا بشرتنا وشعرنا عشان ما نوصلش ان احنا نسال احنا عايزين نعالج، انا عندي ترهلات، انا عندي خطوط، انا عندي حبوب، انا عندي مش عارفه ايه، انا شعري بيقع. كل الحاجات دي مهم جدا اكل، ونبعد عن الاسترس او الضغط النفسي. ودايما بقول الحاجه تتعالج بدري احسن، تتعالج بدري احسن. تمام. بكده خلصت حلقتنا النهاردة للأسف. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج كل الكلام. سلام.